شو مشكلتك مع هيثم الحريري؟ لا كلمين عن أبوه بقى، كلمين عن ولد لا هلأ حاطت استقالته أمام استقالتك هو؟ يعني هو حاطت يعني دماغه بدماغك. مين هيثم يعني الحريري؟ انت إذا أثبتت اسمه هيثم ماله اسمه يعني؟ لا سيك منه نابي ونابي، ما تكلمي كلمة عن حد كبير، تكلمين عن علي عبد العال، ما تكلميش عن ولد عضو بالبرلمان. جنك ازاي وامه لفت على البيوت قالت لهم ايه؟ هو عضو بالبرلمان يا ستي، عضو مين ده؟ طلع هو مشكلته ان انا كشفته فقاسته بيتكلم عن الغلابه ويعمل الغلابه والمساكين والفقراء، وطلع بياخد 60,000 جنيه في الشهر. ما قال لك اثبت لي انك اثبت لي ما هو قال لك، قال لك اثبت لي وانا مستعد اقدم استقالتي. اثبت لي ايه؟ ده هو اللي يثبت ما ياخدش اليوم السابع فتحه بقى له يومين. ده حضرتك اليوم السابع ناشر مرتبه بالكامل امبارح والاول. انا اللي اثبت له ما هو رد على اليوم السابع. نعم رد على اليوم يا فندم. بياخد المبلغ ده ولا ما بياخدوش؟ اولا هو كان في شركه قطاع خاص، جاب وصل عشان يروح قطاع حكومي. ليه؟ لان القطاع الخاص ما فيش فيه ما بياخدش تفرغ لمجلس النواب. ادي بقى ادي الوساطه بقى، فخد جاب واسطه من حد في الدوله عشان يودوه قطاع حكومي اللي هي الشركه بتاعت البترول. القطاع الحكومي بتدي له مرتبه وبياخد مجلس النواب ال 15-20,000 جنيه. ما تكلميش عن غلابه الفقراء، كلميني عن حد كبير والنبي. كلميني عن علي عبد العال، علي علاء كان معايا في الكليه وكنا بنذاكر سوا، ما تكلميش عن ده يعني عيب.